بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة رشا ونباتاتها. والنهاردة هنتكلم على نبات فطري اسمه نبات فطر اصابع الرجل الميت او فطر الزومبي، علشان هو شبه الاصابع بتاعت الجثث المتحللة. النبات ده اسمه بالانجليش زالاريا بولي مورفا. والنبات دوت او الفطر ده بينمو على جذوع شجر الزان وشجر التفاح على مدار العام، وتملي بينمو عند الاشجار اللي هي القاسية والمتحللة اللي بيكون جذوعها اصابها الفطر. واذا اي شجرة من الاشجار اللي احنا ذكرناها دي اصابها هذا الفطر اللي هو اصابع الرجل الميت، فيجب التخلص من الشجرة تماما لأنه مش هينفع فيها أي علاج. والنبات دوت بينمو في مجموعات من 3 لـ6 أصابع زي ما حضراتكم شايفين في الصور بالشكل ده. الفطر دوت موجود فين؟ موجود بيبقى في بريطانيا، وبيكون شائع في أيرلندا وأمريكا الشمالية. الحمد لله ان هو مش موجود عندنا، وانا قلت اوريكم شكل الفطر دوت ايه.